أهلا بكم إلى برنامج السعودية في أسبوع من CNBC عربية. أنا الطيب عبد الماجد وهذه أبرز العناوين لهذه الجولة. وزارة العدل تنفي أنباء عن إقرار كبار العلماء صياغة قانون للأحوال الشخصية. المصارف السعودية تبدأ تطبيق قانون فاتكا اعتبارا من بداية العام المقبل. تحوطا من فيروس كورونا، السعودية توصي بتأجيل مناسك العمرة والحج لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. أرحب بكم من جديد. نفت وزارة العدل أنباء أكدت موافقة هيئة كبار العلماء على قرار بشأن صياغة قانون للأحوال الشخصية. وكانت مصادر صحفية أكدت أن التشكيل الأخير الذي طرأ على هيئة كبار العلماء نتج عنه تأييد عدد من أعضائها لقرار القانون، وأكدت إحالة القرار إلى جهات عليا لدرس كيفية ومتى تنشأ اللجنة التي تعد هذا القانون. تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية في السعودية قضايا الأحوال الشخصية المرتبطة بالزواج والطلاق والإرث وغيرها من المنازعات، وتمثل حالات الزواج والطلاق أكثر القضايا التي تعرض على المحاكم، خاصة في ظل ارتفاع حالات الطلاق بالسعودية إلى نحو 35% من حالات الزواج، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن أسباب هذه المشاكل وسبل مواجهتها. في أحد الإحصائيات ظهرت لنا أن إحصائية الطلاق وصلت فيها النسبة من 30 إلى 35% من حالات الزواج، وهذا لا يستغرب هذا العدد مع عدد تنوع ثقافات المجتمع وعدد السكان وتنوع الجنسيات، فالطلاق يعني حقيقة لا يخفى أنه يترتب عليه كذلك مشاكل ومنازعات في قضايا الحضانة، قضايا النفقة، قضايا الحقوق المترتبة بين الزوجين، وكل هذه القضايا وغيرها سببت ضغطا كبيرا على المحاكم، حتى أنه في أحد يعني في بعض الأيام يصل عدد القضايا من 30 إلى 40 قضية تنظر في محاكم الأحوال الشخصية. ونظرا لتزايد القضايا الأسرية في المملكة، فقد عاد الحديث مجددا عن قانون الأحوال الشخصية البالغ الحساسية وضرورة الإسراع في تطوير القضاء وزيادة عدد محاكم الأحوال الشخصية، خاصة أن 60% من القضايا المنظورة في المحاكم العامة هي قضايا أسرية تعاني من بطء في الإجراءات وبالتالي التأخير في إصدار الأحكام. ما يعرف بالأحوال الشخصية المقصود فيها قضايا الزواج والطلاق وفسخ النكاح وقضايا الإرث وقضايا الحضانة، ولذا فهذه قضايا متشعبة كلها ترجع إلى الأحوال الشخصية، ولذلك فإن هذه القضايا تستحوذ على 60% من قضايا المحاكم. وأشار تقرير صادر عن وزارة العدل السعودية إلى أن عدد قضايا النفقة والحضانة خلال العام الماضي بلغ 10522 قضية، كما أكدت دراسة صادرة عن وزارة التخطيط ارتفاع نسبة الطلاق خلال السنوات الأخيرة بنسبة 20%، إضافة إلى أن 65% من حالات الزواج التي تمت من خلال طرف آخر أو ما يعرف بالخاطبة تنتهي الأخرى بالطلاق. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. إذن أتابع هذا الموضوع، ومعي مباشرة الدكتور إبراهيم الأبادي، المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل وأستاذ القانون بكلية دار الحكمة من جدة. دكتور، أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج. رغم تضارب الأحكام في المحاكم فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، لكن هناك ثمت من يرى أنه لا مجال لتطبيق قانون الأحوال الشخصية. على ماذا يرتكز هؤلاء؟ أول شيء، نحن في هذا الموضوع من فترة طويلة هو في مسألة شد وجذب بين المؤيدين والمعارضين، من يريد التقنين ومن لا يريد التقنين. في جميع القوانين العامة، سواء جنائية سواء تجارية سواء عمالية، لكن نحن نقول هؤلاء يرتكزون، يقولون أن في التقنين هنالك تقييد للاجتهاد الوارد في الشريعة الإسلامية، وهذا طبعا وجهة نظرهم، وهم يدافعون على هذه وجهة النظر هذه. لكن نحن نقول في تطور الأعمال القضائية وتطور الأعمال
أوجب كثير من الأحيان أن يكون هنالك ترتيبات معينة وأحكام معينة وقوانين يجب أن ترتب حتى يتقيد بها القاضي وتكون مرجع للمحاميين ويسير عليها الناس. يعني هذه مسائل التقنين المرادة. هنا عندنا في مسألة الأحوال الشخصية والإشكاليات التي فيها. يعني شوف الأحوال الشخصية من ضمن كل القوانين وهو القانون الوحيد الذي يكون يعني لا لبس فيه بالنسبة للتقنين، لأنه مرجع أساسا العلاقات، هي المرجع فيها العلاقات الأسرية هي للشريعة الإسلامية، وإن كان هنالك أشخاص على غير الديانة الإسلامية فتكون مرجعهم إلى دياناتهم. فقانون الأحوال الشخصية يرتب العلاقة الأسرية بين الزوجين وما ينتج عنها من ولادة وحضانة ونفقة، وفي حال الانحلال اللي هي مسائل الطلاق ومسائل النفقات ومسائل الإرث والولاية. هذه المسألة، نعم، هذه المسألة المحور الأساسي التي كان فيها الجدل قبل فترة عندنا في الساحة في المملكة العربية السعودية. لكن أنا أقول من ناحية مسألة التقنين وعدم التقنين، هي ترجع، المفترض أنها ترجع لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقدر حاجة البلاد لهذه المسألة. نعم، هذا ما كنت أود سؤال عنه. يعني السعودية تستقي قوانينها مباشرة من الشريعة الإسلامية، هذه مسألة مفروغ منها، ولكن ما هي الجهة التي ربما تقنن هذه القوانين وتلزم من ثم القضاة أو المحاكم بضرورة تنفيذها بدلا من اجتهادهم هم في أنهم يتبنوا آراء خاصة فيهم؟ نعم، شوف نحن المملكة العربية السعودية النظام الأساسي للحكم قال إنه هو أحكامها تستقى من الشريعة الإسلامية. صحيح. لكن نعم، لكن أنا أقول أن الشريعة الإسلامية أعطتنا قواعد عامة، ونحن نبني على بناء على هذه القواعد العامة نبني عليها القوانين والأنظمة التي تسير أعمال الناس. الذي الجهة المرجعية المفترض المنوط بها هذا الأمر هي وزارة العدل ابتداء، ومن ثم مجلس الوزراء وهي الجهة التشريعية التي تصدر التشريعات في المملكة العربية السعودية والأنظمة والقوانين. الحاجة الملحة حقيقة يعني التي أوجبت للمراجع، لتلك المراجع، الرجوع إلى مسألة التقنين هو التفاوت الحاد حقيقة في المحاكم بين الأحكام. فتجد أن هنالك أحكام، لنقول في الأمور الجنائية، هنالك أحكام في سجن شهر على واقعة معينة محدودة، في نفس الواقعة تجد حكم بسنة وسنتين عليهم. ألا يوجب ذلك أن يكون من باب العدل أن يكون هنالك تقنين للقضاء كي يلتزموا بهذه القوانين ليكون هنالك عدل؟ هنا يعني ترجيح، كما قلت لك، ترجيح ولي الأمر في هذه المسألة يجب أن يكون يعني واضح للعوام. نعم، قانون الأحوال الشخصية وإمكانية تقنينه يراوح مكانه، يعني يقترب أحيانا هيئة كبار العلماء جزء منها مع وجهة النظر التي ترى ضرورة إنفاذ هذا القانون، تتدخل وزارة العدل لتنفي أي اتجاه. هل يعني ذلك أن الوقت لا زال مبكر للحديث عن قانون الأحوال الشخصية في المملكة؟ والله هذا المخاض يبدو لي، المخاض لولادة المشروع. يعني نحن المشروع هذا لعلمك طرح يمكن من حوالي قبل 30 سنة أو 40 سنة على هيئة كبار العلماء، وكان هنالك يعني قرار من هيئة كبار العلماء، ثم طرح مرة ثانية وثالثة لنوقش هذا الأمر عدة مرات. يعني كان في تصريح السنة اللي فاتت لمعالي وزير العدل عن مسألة قانون الأحوال الشخصية. المملكة العربية السعودية وقعت اللي هي مع دول مجلس التعاون الخليجي لإصدار قانون الأحوال الشخصية قبل فترة أيضا، اللي هو في 282 مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية. يعني هذا نعتبره مخاض، هذا بداية خروج القانون إلى الوجود. يعني القانون إن شاء الله يعني لعلها هي جذب شد وجذب من الجهات الرافضة والمؤيدة لهذا الموضوع. دكتور، يعني كما سبق وتفضلت وذكرت أن هناك مخاض ربما لميلاد هذا القانون أو هذا الاتجاه، وهناك حراك، هل ثمت أصوات مؤثرة خاصة في المؤسسة الدينية في السعودية بدأت تلين وتقف إلى جانب ضرورة تقنين قانون الأحوال الشخصية بهذا الشكل؟
نعم، هو المخاض السابق اللي يعني بدأ من، هو أنا أعتبره من أيام عهد الملك عبد العزيز الله يرحمه، حينما أصدر تعليماته بإصدار مجلة الأحكام الشرعية. من ذلك الوقت هو المخاض بدأ، يعني الآن لنا فترة طويلة، وبدأ الناس يقتنعون حاليا العلماء والمسؤولين عن العدل لإصدار القوانين، والقوانين عموما موجودة. يعني شوف، هم الآن جربوا عدة تقنين، مثلا بعض الأحكام الجنائية قضايا الرشوة والتزوير والمخدرات، وأصدروا قانون اللي هو القانون الإجراءات الجنائية أو الجزائية، هذه كلها موجودة وتعامل فيها الناس. هل هذه القوانين أخرجت الناس عن الشريعة الإسلامية؟ هم الخوف الرئيسي عندهم، الخوف والهاجس أنه وضع تلك القوانين هو إخراج للشريعة الإسلامية. نحن نقول لا، أن تلك القوانين أصلا مبنية على قواعد الشريعة الإسلامية. كما قلنا سابقا أن الإسلام أتى بقواعد عامة، ثم بعد ذلك الفروع نحن يعني نخرج هذه الفروع بناء على تلك القواعد. فالمخاض، أنا أتوقع أن هنالك مخاض، ومخاض جيد، ونتائج ستكون جيدة للناس لخروج تلك القوانين، قانون الأحوال الشخصية وعدة قوانين أخرى، خاصة أن المملكة العربية السعودية وقعت على عدة اتفاقيات. كما قلنا اتفاقية قانون، وقعت على قانون الأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقعت على عدة اتفاقيات دولية في مجال القوانين. فبالتالي أن يعني هنالك تفهم من الناس المسؤولين عن هذا الموضوع، وستخرج إن شاء الله تلك القوانين كما أتوقع. نعم، هذا القانون بهذا الشكل واحتياجات المملكة لهذا القانون، ينبغي أيضا عملية دفع إعلامي ربما. هل تلحظون ثمة كتابات في هذا الاتجاه ربما، ورفع الوعي بأهمية إنزال هذا القانون إلى أرض الواقع؟ والله شوف، يعني الإعلام يعني قناة مهمة لتوعية الناس ولتوعية المسلمين وتسليط الضوء على المعاناة. يعني أنا أقول هنالك نوع من يعني ليس الشفافية، نقول هناك من الضباب، ضبابية على موضوع القانون والأحوال الشخصية، فكثير من الناس لا يعلمون حقوقهم. لكن ليش؟ لصعوبة رجوعهم لتلك الكتب الفقهية كما قلنا سابقا، لأنها ذات ألفاظ متخصصة لا يستطيع فهمها أي شخص. لكن إذا وضعنا قانون وسلط يعني عليه الضوء، وسلط على ميزات إصدار هذا القانون من قبل وسائل الإعلام، ونقول إنه ستكون يعني فرصة جيدة لإقراره. الإعلام جهة مهمة جدا لتوعية الناس وتبصير، وحتى يعني إطلاع ولاة الأمر على الإشكاليات، على الإيجابيات والسلبيات في هذا الموضوع. فلعله يكون دورهم إن شاء الله إيجابي، وأنا أرى أن هنالك دور إيجابي الآن، وإن كان ليس هو المأمول على الساحة يعني القانونية. الدكتور إبراهيم الأبادي، المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل، وأستاذ القانون بكلية دار الحكمة، أشكر وجودك معنا مباشرة من جدة. تعتزم البنوك السعودية تطبيق قانون الفاتكة لإخضاع حسابات الرعايا الأمريكيين في السعودية إلى الكشف الضريبي وبشكل تدريجي اعتبارا من بداية العام المقبل. ويهدف القانون الضريبي الجديد إلى تنظيم العلاقة الضريبية بين المواطنين الأمريكيين العاملين خارج الولايات المتحدة والسلطات الضريبية الأمريكية. وسيتم البدء في تطبيق القانون على الرعايا الأمريكيين الأصل والحاصلين على الجنسية الأمريكية في المملكة، والذين تتجاوز دخولهم 50,000 دولار وحتى 1,000,000 دولار. وفي حال عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتكة أو عدم تعاونها مع السلطات الضريبية الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربي الذي لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية. بطبيعة الحال هو قانون الفاتكة المقرر من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية في العام الماضي، سارعت الحكومة الأمريكية بدعم هذا القرار وبوتيرة سريعة جدا لأغراض متفاوتة، أهمها طبعا القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي. أضف إلى ذلك عملية الحصول على بيانات كافية عن حجم الأموال الأمريكية في الخارج،
هذا القرار لاقي دعم كبير حتى من مجموعة الدول الثمانية الصناعية، وهو ما ساند الموقف الأمريكي بدون شك. يعني حسب القراءات الأولية أن هناك أموال كبيرة تقدر يمكن بألف مليار دولار تقريبا سنويا، هو حجم الأموال المهدرة وحجم الضرائب الهاربة. فهذا المبلغ من وجهة نظر الأمريكية هو كفيل في عملية على الأقل تخفيض حد العجز في الموازنة الأمريكية. القرار تنظيمي، القرار طبعا يحكم السيطرة على كافة الدخول الخارج الحدود الأمريكية للمواطنين الأمريكان. عملية التنظيم مع في السوق العربي أو في السوق السعودي قد تواجه في بداية الأمر نوع من الصعوبات التنظيمية، لكن طبعا الأنظمة السائدة بالبنوك هي كفيلة للحد من ظاهرة أي مثلا عملية مخاطرة وقتية في هذا الشأن. مما لا شك فيه أن الدول بدأت بوتيرة سريعة في عملية الترتيب لهذا القانون الذي أصبح الآن هو أو سوف يصبح لاحقا قانون عام، ولن يكون يقتصر على الحكومة الأمريكية. أغلب الدول ستسلك نفس هذا المنهج، وبالفعل بدأت بعض الدول في عملية مشاورات مع الجانب الأمريكي من منطق المعاملة بالمثل. فالإجراء التنظيمي هذا سيكفل عملية القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي، سيسمح بعملية الحصول على بيانات عن التجارة السائدة والشفافية المطلقة. هناك من يعتقد أن هذا الإجراء قد يعيق مبدأ سرية العملاء الموجود في أغلب المصارف، لكن حقيقة هذا الأمر من وجهة نظر السلطات الضريبية في أمريكا يقع تحت منطلق الشفافية في المعلومات، سيخفف أي مخاطر متعلقة في عملية التهرب الضريبي كما ذكرنا، سيتيح حجم أموال كبير جدا من وجهة نظر الحكومة الأمريكية، ستساعد في عملية تخفيف العجز القائم في الموازنة، فبالتالي هو إجراء إيجابي من جميع النواحي. أصدرت وزارة الصحة السعودية مجموعة شروط واجب توافرها في القادمين للعمرة والحج في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي أدى إلى وفاة 38 شخصا في المملكة. وتضمنت التوصية تأجيل أداء مناسك العمرة والحج لهذا العام لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كمرضى القلب والكلى والجهاز التنفسي والسكر والحوامل والأطفال. ولم يتضح أيضا ما إذا كانت التوصية تعني أنه لن يتم إصدار تأشيرات دخول إلى تلك الفئات من الحجاج. ومعظم الإصابات بهذا الفيروس القريب من فيروس سارس قد سجلت في السعودية وخصوصا في منطقة الأحساء. لازلتم تتابعون السعودية في أسبوع من CNBC عربية، فيه بعض الفاصل. توجيهات عليا بإعداد دراسة لإنشاء أول مدينة إعلامية بالمملكة.